شعور انه انا عامله البوم انا حاببته اخذ مني وقت طويل اكثر من سنتين. كنت روح على الاستوديو من بيتي للاستوديو مطرح مثلا ما بيكون في اغنيه من الاغاني في حوالي ساعه ونص ساعتين بالزحمه وغالبا زحمه بتعرفي نحن بمصر فكنت روح صلح حرف واحد لانه في حرف انا في احرف حلوه بنطقي كثير منها الصاد والسين وبعض الاحرف يعني او اغلبها وفي احرف مش حلوه معي كثير منها الشين يا شيخه الشين مش كثير يعني حرف عظيم فكثير انا بركز معه وفي حرفين ثلاثه الراء بتقولي مش مهتمه بالتفاصيل يا نهار ابيض فالراء ما بيطلع مع مرات راء وانا جاي على بالي يكون راء مش يعني راء كده مش ناعم فبالاستوديو بتعرفي لما بكون عم سجل بندمج بسلطن بتروح مني بعض هاي التفاصيل الصغيره فروح مشان قول حرف لاني كنت على قناعه انه هذا الالبوم لاول مره بعمل البوم هو مزاجي الخاص